والإعداد يعني الفاسي أستاذ المدارس الأولانية بزيو السيد التلاوي عضو نشيط مدير تلاوي حسان بن ثابت سابقا. أيها السادة الأساتذة أعزائي أبناء التلاميذ، النادي الثقافي والفني والرياضي بمؤسسة علام الفاسي واحد تنظم هذه الأمسية. هذه الأمسية في إطار الأنشطة التي أبت الداخلية أن تنظمها لأبنائها. باسمكم جميعا نرحب بجمعية المشكات للمسرح والفنون. التي أبت إلا أن تشارككم مفرحكم. نرحب بهذه الجمعية النشيطة التي ستقدم لكم مسرحية بعنوان الحرادة من تأليف وإخراج الأستاذ زهير رشيد. الذي أبى إلى أن يدخل الابتسامة إلى هذه المؤسسة التي إن شاء الله ستكون هذه المسرحية بداية لمسرحية أخرى. إذن حتى لا أطيل عليكم نرحب بجميع أعضاء الجمعية واحدا واحدا وبالأستاذ زهير رشيد. وشكرا. أبناءنا تلاميذ قسم الأفنين باسمكم جميعا نرحب بالصحافة المحلية نظر ستين وزيد ستين نرحب بالحاضرين منهم مديرونا مدير سيد الشديد مدير سيد مشيشي سيد مدير سيد التلاوي كما نرحب بزهير رشيد من جمعية المشكات ونشكر كامل الشكر جميع الحاضرين معلمي الداخلية والأساتذة والحاضرين كما نشكر السيد مشرف على هذا النشاط الذي عود له مثل هذا النشاط العام حارس عام سي محمد السعيمي ونشكر كذلك جميع الحاضرين من تلاميذ وهذه من تلميذته ونقول مثل هذه الأنشطة يختلف المربون في تسميتها وبذلك حضر هؤلاء الأساتذة المربون بمشاركتكم في هذا اليوم في هذه الأحداث التي تقوم بها هذه الجمعية مشكورة جمعية رشيد زهير المشكات لتنفيس عليكم ومساعدتكم لتخفيف عليكم أعباء الدروس فمنهم من يسميها الأنشطة الاجتماعية ومنهم من يسميها الأنشطة التربوية ومنهم من يسميها الأنشطة الموازية والأنشطة التكميلية فهي كلها تصب في قالب واحد وهو من التخفيف عن التلاميذ من أعباء الدروس ومساعدتهم على التحصيل منها. أشكر أستاذنا الهندوس عبد الوهاب كذلك الذي يساهم في دائما في هذه الأنشطة. والإلى أطلع عليكم أشكركم أشكر السيد محمد السعيدي على هذه الأنشطة المكتسبة هذه السنة. الآن للأستاذ الفضيل زهير رشيد بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كنت أقول كثيرا عن معنى الأخرى وهو كلام جميل جدا
والشكر لنا لجماعة الإخوة الحاضرين من أساتذة ومدراء وعامل المؤسسة ومدير الأدبية العلامة الفاسي. ثم أخص الشكر الجزيل للسيد الزعيم محمد. حقيقة لولاه لما أقيم هذا المساء الظاهر. فتحية له السيد خالد. هذا دليل على حبه للنشأة، دليل على هواء تفانيه في التربية والتمكين، ودليل على تطورنا ومستقبلنا الأفضل. قيل وقيل على أعزائنا، المسرحية هي من صميم الواقع، هي من صميم المستقبل. فنرجو الإنصات لكل جملة وكل عبارة لأن لكل حرف منها دلالة عميقة، وهي لها أهمية كبيرة في بالنسبة للشباب الذي يريد أن يتطلع إلى مستقبل أفضل. فنرجو الإنصات والاهتمام وفرجة ممتعة ونتقبل.